أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يغير بعض أسماء السور والآيات فيقول بدل آية الكرسي آية المقعد وهكذا؟ يقول: ما نصيحتكم لمن يغير بعض أسماء السور والآيات عند ترجمتها فيقول بدل آية الكرسي يقول آية المقعد؟ آية إيه؟ المقعد. أعوذ بالله، ما يجوز هذا. أسماء السور تبقى على ما هي عليه ولا تغير. نعم.